المجلس سينظم هذا اللقاء بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهو لقاء يعني يتدارس يعني سبل تعزيز قطب معرفي تم إحداثه من قبل اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو قطب يسعى إلى تجميع الممارسات الفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذن اللقاء هو يجمع بين مجموعة من الفاعلين والفاعلات بالمنطقة، بما في ذلك برلمانيات حاليا وأيضا برلمانيات سابقات بالمنطقة، وأيضا ممثلين عن جامعة الدول العربية وممثلين عن المجتمع المدني والمنابر الإعلامية بالمنطقة، إضافة إلى أعضاء وجمعيات المجتمع أعضاء للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب. اللقاء هو أيضا يأتي لتدارس يعني كيفية التغلب على مجموعة من العوائق التي تعيق المساواة بين الرجل والمرأة. هذا المبدأ الذي تنص عليه أولا الاتفاقية، ولكن ينص عليه دستور المملكة المغربية، بل أكثر من ذلك ينص على مبدأ المناصفة. هو لقاء يعني يأتي من أجل يعني تدارس هذه العقبات، وأيضا اقتراح حلول وتوصيات يمكن من خلالها التغلب على جميع المعيقات التي تحول دون إحقاق المساواة بين الرجل والمرأة.